حياكم الله. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء ليست مجرد عبارة نكتبها على الجدران أو نزين بها الصفحات، ليست مجرد شعارات أو رايات نرفعها ولا ندرك قيمتها. حوربنا لعقود من الزمن، هددونا بالقتل، استحوذوا على المقدرات والإمكانات، حاولوا دثر قضيتنا، حاولوا القضاء على شعائرنا، وقفوا أمام طقوسنا بدباباتهم وطغيانهم. لكن أين هم الآن؟ وأين الإمام الحسين؟ ملايين المؤمنين تقف بين العتبتين المقدستين صفاً واحداً، نداءً واحداً: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نحن جنودك وأتباعك، أنصارك في كل طف وحين. سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك، وهذا عهد منا مهما كانت الظروف والتحديات. لن يثنينا أي شيء أمام إحياء هذه الليالي المقدسة، نصرة للقضية المحمدية وامتدادا للنهج القويم. فالسلام على الحسين وعلى أتباع الحسين وعلى كل من نصر الإمام الحسين، واللعنة القائمة الدائمة على كل من خذله وقاتله من الآن إلى قيام الساعة. جديد أهلا بكم. حلقة هذا اليوم راح تكون مخصصة عن الخطط الحكومية لإحياء ليالي شهر محرم من الحرام، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. تم إسناد وتأمين كل متطلبات الزيارة إلى محافظة كربلاء المقدسة من قطعات أمنية وخدمية لتأمن نجاح الخطة الخدمية والأمنية. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يعلن من كربلاء المقدسة عن بدء الاستعدادات الحكومية خلال شهر محرم الحرام لتأمين الشعائر الحسينية وتسهيل حركة الزائرين في كربلاء المقدسة وعموم المحافظات من يوم عاشوراء وصولا للزيارة الأربعينية، مؤكدا تم مناقشة جميع الخطط المعدة للزيارة. هنالك خطة محكمة من قبل وزارة الداخلية إضافة للأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على أمن واستقرار الزائرين، إضافة إلى حماية هذه المحافظة العزيزة. نحن يعني تعودنا أنه في السنوات السابقة الحمد لله لم تحدث أن هناك خروقات أمنية، وبالتالي كانت الخطط محكمة على مدار السنوات السابقة. الأمن والأمان لبلدنا العزيز، وإن شاء الله أنه تكون هذه أيضا هذه السنة وهذه المناسبة تمر بسلام بفضل وجهود الأجهزة الأمنية كافة. بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وزارة الصحة تعلن خطة الإسناد الطبي التي تتضمن نشر المفارز الطبية والإسعافات والفرق الصحية وتهيئة طوارئ المستشفيات بمشاركة دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للزائرين. الشعائر اللي تصير منها الاختناقات وهاي الامور، نلقى انه وزارة الصحة بكل جهدها باذلته من كوادرها الطبية انه يسيطرون على الموقف، وكذلك وزارة النقل لهم الدور الكبير بنقل الزائرين من خلال هاي القطوعات وخلال باصاتهم المكيفة. ونأمل إن شاء الله يكون جهد أكثر بهاي السنة، بخصوص الجو شوية يختلف عن السنين اللي راحت. بداية شهر محرم وزارة الصحة يعني دائما تباشر يعني فرش كوادرها الطبية على يعني بالطرق المؤدية للمواكب أو المراكز الدينية لإسعاف الحالات الخطرة، لإسعاف الحالات المريضة، حالات اللي تعاني من شدة الحار،
فبالتالي يعني وزارة الصحة ما أعتقد أنه تقصر خاصة مثل هيك زيارة دينية. استكمال كافة الاستعدادات الأمنية والصحية والنقل لتوفير الخدمات والحماية للزائرين خلال شهر محرم الحرام. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث حلقتنا لهذا اليوم راح يكون مع مدير إعلام شرطة بغداد الرصافة العقيد حسين علي، حياك الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كما أرحب كل الترحيب بمدير مركز العمليات في مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة الدكتور جاسم محمد، حياك الله. أهلاً وسهلاً. أبدأ معكم سيادة العقيد، ما هي أبرز ملامح الخطة الأمنية التي انتهجتها وزارة الداخلية في شهر محرم الحرام وإحياء المراسم؟ عفواً ست، بخصوص خطة وزارة الداخلية، تعرفين هذا الموضوع موكل للسيد الناطق الرسمي، بس اسمحي لي أتكلم عن خطة قيادة شرطة بغداد الرصافة. نعم. بخصوص شهر محرم الحرام وبالتحديد أيام عاشوراء، طبعا أخذت قيادة شرطة بغداد الرصافة على عاتقها قبل حلول شهر محرم الحرام ضرب الأهداف اللي ممكن أن تعكر أو تسيء لقدسية هذه الشعائر من خلال يعني استهداف هذه المناطق الموبوءة بناء على تقارير استخبارية في عموم جانب الرصافة. وسبق الخطة أيضا عقد مؤتمرات واجتماعات لتوزيع المهام بخصوص إيكال المناطق إلى القوة التي سوف تمسك الأرض. طبعا توزعت المهام والخطط، وباشرنا بالخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وبالتحديد أيام عاشوراء يعني كافة تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة من أفواج طوارئ، نعم، نجدة، حماية منشآت، شرطة محلية. حضرتك قلت ضرب الأهداف واستهداف المناطق الموبوءة، ايش تقصد بهذا المصطلح؟ تعرفين احنا شهر محرم إلى قدسية. نعم. فممكن يعني اقصد ببعض الصالات الغير مرخصة اللي كالملاهي وصالات لعب القمار وكذلك بيع المشروبات الكحولية، فكل ما يسيء لقدسية هذا الشهر تم استهدافه قبل شهر محرم الحرام. ويمكن يعني ظهر للإعلام حملات قيادة شرطة بغداد الرصافة بهذا الخصوص. لكن أكو بعض المحال المتخصصة ببيع الخمور تفتح ولكن بشكل يعني مو رسمي وتبيع هذا المشروب، وهذا شاهدناه في السنوات الماضية. وزارة الداخلية اليوم متيقظة لهؤلاء؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد، وإحنا هسه يعني الموضوع حملقة أمامكم كإعلام وكمواطنين، أي يعني معلومة إحنا نتعامل وياها على محمل الجد ونضرب هذا الهدف إن شاء الله. دكتور جاسم، وزارة الصحة أطلقت خطة إسناد طبي لإحياء هذه المراسم، ممكن تحدثني عنها؟ في البداية شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة لإتاحة هذه الفرصة، ونحن نتشرف في وزارة الصحة بأن نعمل في مجال إعداد الخطة التي تشمل على جوانب عديدة لخدمة الأخوة الزائرين الكرام إلى المدن المقدسة، خصوصا محافظة كربلاء المقدسة. الخطة تشمل جوانب متعددة، جوانب توعوية، يعني توعية الأخوة الزائرين بموضوع الأمراض المعدية والأمراض الانتقالية، كذلك جوانب وقائية من خلال منع انتشار الأمراض اللي تنقل عن طريق الماء والغذاء، وكذلك تشمل الخطة جوانب علاجية طارئة من خلال توفير سيارات الإسعاف الفوري والمفارز الطبية على في المناطق اللي يؤمها الزائرون، وكذلك تهيئة طوارئ المستشفيات والمستشفيات بصورة عامة تكون مستعدة لتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة للحفاظ على صحة إخواننا الزائرين، وهو هدف نتشرف به في وزارة الصحة. لكن حضرتك قلت الحفاظ من الأمراض التي تنتقل عبر الماء، زين هذا شلون تنفذ الخطوة؟
اليوم انت عندك مشكله الذبح اللي يكون خدمه للمواكب، اليوم انت عندك حمى نزفيه في البلاد وهذا يشكل اكبر تحدي لوزاره الصحه، شو ممكن نتلافى هذه المشكله؟ فعلا هذا كلام صحيح، يعني في هذه الزياره بالذات اذا ناخذ التحديات اللي يعني واضحه من خلال الاجواء الحاره اللي ممكن انه تؤذي الزائرين بشكل مباشر، ضربات الشمس وغيرها، وكذلك الجانب الآخر اللي هو جانب انتشار الأمراض اللي قد تنقل عن طريق الماء أو الغذاء أو عن طريق اللحوم، مثل ما تفضلت جنابك، مثل موضوع الحمى النزفية. موضوع الحمى النزفية صار عدة سنوات تسجل أعداد أكبر من العدد الحقيقي، حقيقة يعني وصلت إلى أعداد كبيرة. جهدت وزارة الصحة بكل إمكانياتها إلى الخطط والعلاج وتوفير الأدوية اللازمة، ولكن هذا الموضوع مثل ما تعلمون هو موضوع يتطرق أو يتعلق بموضوع البيئة بشكل خاص، يعني انتشار أنواع محددة من القراد. هذا القراد اللي موجود خصوصا بالقرى والأرياف ينقل المرض من الحيوانات إلى الإنسان، خصوصا الناس المتعاملين مع في تربية والتعامل مع الحيوانات. لكن أكو بعض الإرشادات اللي المفروض تعممها وزارة الصحة تحد من انتشار هذا المرض أو انتقاله من الحيوان من الضحية إلى المواطن. اليوم وزارة الصحة تعمل على هذا النهج؟ تمام. هنالك حملات إرشاد؟ هنالك حملات إرشادية توعوية في كل المجالات من خلال استخدام أجهزة القنوات الفضائية أو الأجهزة الأخرى للإعلام، وكذلك حملات مباشرة على الأسواق توعية أو على المدارس أو على الموضوع. الحمى النزفية للأسف الشديد هو موضوع صعب الوقاية منه، لأنه لا يوجد له لقاح مثلا حتى نلقح الناس. موضوع التوعية جدا مهم به، وكذلك موضوع عدم تنقل الحيوانات المصابة بين المحافظات، لأنه ممكن أنه مثلا تكون هناك بؤرة في محافظة أو قرية معينة، هذه الحيوانات مصابة ممكن إذا استخدمت ونقلت وذبحت في أماكن أخرى تنقل المرض إلى أماكن وزارة الصحة. هل وزارة الصحة اليوم عندها فرق تفتيشية لعدم نقل هذه الحيوانات والأضاحي من مكان إلى آخر؟ حقيقة هناك أدوار لوزارات أخرى ليست وزارة الصحة بشكل خاص. مثل وزارة الصحة هي مسؤولة عن التشخيص والعلاج وتوفير الأدوية. بالنسبة إلى موضوع معالجة الحيوانات ومعالجة القراد الناقل وغيرها، هذا مسؤولية وزارة الزراعة. والفحص الطبي للأضاحي، والفحص الطبي للأضاحي أيضا مسؤولية وزارة الزراعة دائرة البيطرة. موضوع نقل الحيوانات بين المحافظات هذا موضوع الجهات الأمنية والجهات المرتبطة بالمحافظات. المفروض أنه هناك كل محافظة تمنع دخول الحيوانات المصابة من المحافظات المجاورة، خصوصا أنه هناك نشرات تنشر بين فترة وأخرى لوزارة الزراعة حول المناطق الموبوءة بالمرض من ناحية الحيوانات. نعم سيادة العقيد، أكو بعض الكافيهات واجهتها كافيه أو مطعم لكن داخلها عكس هذا تماما. نعم. اليوم شلون الداخلية تتعامل مع هذا الموضوع؟ بالمناسبة هذا الموضوع اللي ذكرتيه، يعني الأهداف اللي ذكرتها تقريبا 80 إلى 75% مثل اللي تفضلتي به. الواجهة هي يعني تختلف عن المضمون، فالموضوع كله يعني يغطى وفق تقارير استخبارية ويتم التحرك عليه. وتقريبا جانب الرصافة يعني حاليا شبه خالي من هذا الموضوع. ايش كنت تعتمدون على الاستخبارات في عملكم؟ هو كل عمل أمني مبني على معلومة استخبارية، يعني على بخصوص المواضيع اللي يعني تكون مخالفة للقانون أكيد ما راح يمارسها المخالف بالعلن، اكيد راح يمارسها بالخفيه. فاما نعتمد احنا على المخبرين يعني اللي يتعاونون ويا القوات الامنيه. نعم. او عن طريق التقرير الاستخباري. طيب اريد اسال، شنو تعاون المواطنين مع وزاره الداخليه؟ اليوم اكو تعاون مثلا رصد معلومه ونقلها الى وزاره الداخليه، الوزاره موفره ارقام لجميع المواطنين للتبليغ على بعض الحالات ربما الشاذه او الغير مرغوب بها.
طبعا بالتاكيد يعني احنا اول مره نعول على تعاون المواطن، ولمسنا ذلك يعني من خلال عملنا. يعني اكو تعاون كلش كبير من جانب المواطن البغدادي وبالتحديد في جانب الرصافه في هذا المجال. يعني عندنا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي الصفحه الرسميه وعلى مستوى الخطوط الساخنه ال 104، بالاضافه الى موضوع اخر يعني السيد قائد شرطة بغداد الرصافة يعني بلغ انه ارقام الهواتف مالته الخاصة تعلق بمراكز الشرطة، وحاليا بادر بمبادرة اخرى انه تعلق في المواكب وكذلك في الحسينيات للاستجابة السريعة للمناشدات وطالبين نجدة. سيادة العقيد، ابرز التحديات اللي تواجهوها خلال هذه الزيارة المليونية ممكن تقول لنا عليها؟ والله هو احنا التحديات اللي نواجهها يعني على مستوى وزارة الداخلية بالتحديد هو حاليا ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام غير الصحيح من قبل أصحاب المواكب. يعني استخدام تعرفين راح يكون هناك طبخ وهناك يعني استخدام للغاز السائل، فأكيد يعني نعول على أنه المواطن يتبع إجراءات السلامة والوقاية بخصوص هذا الموضوع. طيب. والتعاون مع فرق الدفاع المدني، فهذا يعني التحدي الوحيد اللي راح نواجهه بالتحديد. فرضت وزارة الداخلية شروط حازمة وصارمة على المواكب الحسينية للالتزام بالنظام لمنع بعض المخالفات من هنا وهناك. يعني تعرفين جنابك انت وزارة الداخلية بها تخصصات، يعني لا. اليوم الشرطة المحلية عملها يختلف عن ابو الدفاع المدني وكذلك، فكل تخصص يعني ياخذ مسراه باتجاه التعليمات اللي تخص عملها وكيفية إيصالها لأصحاب المواكب والمواطن بالتحديد. يعني أنتم كشرطة بغداد قسم الرصافة جانب الرصافة وصلت لكم إرشادات تتعلق بمثلا التكلم مع أهل المواكب بالتزام بالقوانين؟ احنا توجيهات معالي الوزير واضحة بخصوص هذا الموضوع، توفير الأجواء الآمنة والملائمة لممارسة الشعائر الحسينية بالنسبة للمواطنين، فهذا يحتم التحرك على كافة الأصعدة. وبالتحديد قضايا السلامة والأمان، يعني قضايا الدفاع المدني وهذا الموضوع، فرق الدفاع المدني يعني ولو الموضوع يعني خارج عن تخصصي، لكن اللي نلمسه أنه فرق الدفاع المدني ماخذة يعني إجراءاتها بخصوص هذا الموضوع. واحنا راح تكون طبعا ان بالاضافه الى العمل الامني راح تكون ان جولات ميدانيه للمواكب لتوعيتهم وتثقيفهم بهذا المجال. طيب دكتور جاسم، التيفوئيد ضربات الشمس اليوم يعني اكثر من 20 مليون متوجهين الى كربلاء، خاصه عندك في الزياره الاربعينيه بارتفاع درجات الحراره ربما توصل 50 او اكثر من 50، شنو نصيحه اليوم وزاره الصحه للمواطنين حتى يتجنبون هذه الاصابات؟ طبعا هي فرصة طيبة ستي العزيزة انه تتيحوا لنا هذا المجال وهذه الشاشة الموقرة انه يعني نوعي الأخوة المواطنين الكرام، لأنه احنا في بداية كل موسم زيارة مثل زيارة عاشوراء وما تتبعها من زيارة الأربعين، انه مديرية العمليات في وزارة الصحة تحدد المخاطر المسبقة للزيارة. بالنسبة لهذه الزيارة مثل ما تفضلتي حضرتك أنه راح تكون مخاطر البيئية راح تكون بالدرجة الأولى، اللي هي مخاطر ضربة الشمس وتعرض المواطنين إلى الانهاك الحراري وضربات الشمس، كذلك ممكن تكون هناك مخاطر التدافع في مناطق مغلقة تسبب لنا كثير من الحوادث، وكذلك ايضا موضوع انتشار الامراض المؤديه ومنها موضوع التيفويد وموضوع مثلا التسمم الغذائي والكوليرا، هذه كلها موضوعه في الحسبان وفي الاعتبار انه هناك خطط للكشف المبكر وللتوعيه بخصوص هذه الامراض لغرض الحد منها والسيطره عليها. كذلك من المخاطر اللي موضوعه في خططنا موضوع الخطط لتلافيها هو موضوع الحوادث، حوادث السير مثلا اللي تصاحب الزيارة خصوصا بانتقال الزوار من مناطق إلى أخرى، وكذلك في حالة زيارة المشاة على الطرق وأحيانا تكون هناك حوادث كثيرة في هذا الجانب. رح أرجع لك على هذا الملف، لكن فقط اسمح لي أن أرحب بمدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل الأستاذ ميثم الصافي. حياك الله أستاذ ميثم.
سيد ميثم. الو، ممكن تعلم صوتك في مجال؟ اي نعم، صوتك واضح يمي، صوتي واضح يمك؟ يعني واضح بس ممكن. اوكي. يعني ردت اسالك عن خطه وزاره النقل خلال شهر محرم من الحرام، كونها نعم. عصب مهم في الزيارات المليونيه، ممكن تحدثني عنها حضرتك؟ نعم. شكرا لكم اتاحه الفرصه للحديث عن هذا الموضوع. بالتاكيد انه وزاره النقل اجرى يعني عدت خطه شامله لمحرم الحرام وكذلك الزياره الاربعينيه واللي تبدي من ايام محرم الاولى، وايضا زياره العاشر من شهر محرم العفو من محرم الحرام، وتنتهي بالزياره الاربعينيه. بالتاكيد هنالك تنسيق عالي من قبل الشركات اللي راح تدخل ضمن هذه الخطه، وهي الشركه العامه للمسافرين والوقود من خلال الباصات الحمراء، وكذلك الشركه العامه لاداره النقل الخاص من خلال تنظيم عمل النقل الخاص، وايضا الشركه العامه لاداره المطارات لتهيئه وتجهيز المطارات، وايضا من خلال الشركه العامه للخطوط الجويه اللي اعلنت اليوم استكمالها يعني لكافه اجراءاتها الخاصه باعداد الطائرات الخاصه لنقل الزائرين سواء من الدول القريبه وكذلك من دول المنطقه. ايضا كان هنالك استعداد من قبل وزاره النقل، غرفه عمليات النقل اللي دائما ما تشكل ضمن خطه الزياره الاربعينيه وكذلك العاصمه من شهر محرم الحرام. الوزاره كان ايضا هناك تنسيق عالي مع وزاره الداخليه وايضا مع المؤسسات الاخرى اللي يندرج عملها ضمن تنظيم خطه محرم الحرام وكذلك الزياره الاربعينيه. طيب سيد ميثم، في كل عام اكو مشكله عند الزائرين انه يقدر يوصل للمدينه المقدسه لكن من الصعب يرجع، وهذه مشكله تواجه الزائرين تقريبا كل عام، شلون راح تتلافاها وزاره النقل هذا العام؟ بالتاكيد انه وزاره النقل لها باع كبير في تسويق الزيارات المليونيه ومنها الزياره الاربعينيه. القطاعات الخاصه في محافظه كربلاء تخضع لاداره غرفه عمليات كربلاء وبها اكثر من مؤسسه، احنا واجبنا ايصال المواطنين الى اقرب اماكن من المرقد المقدس. ايضا هناك تنسيق عالي مع تلك الجهات، نعمل على ان يكون كل عام يعني تذليل لبعض المشاكل ويعني انهاء هذه المشاكل. ايضا لا ننسى انه بعض المركبات الخاصه مثل التكاتك وغيرها هذه مو من ضمن عمل وزاره النقل، وزاره النقل يضمن عملها القطارات. ايضا شركه العامه للحديد العراق تمت اعداد 13 قطار لهذه الزياره، ايصال المواطنين الى اقرب نقاط وهذا هدفنا. ايضا عمليه التفويج العكسي باعتبار ان التفويج باتجاه محافظه كربلاء المقدسه اكثر سهوله من عمليه التفويج العكسي، لان عمليه انتهاء مراسيم الزياره راح يكون هناك تفويج لملايين الزائرين باتجاه محافظاتهم، فهذا بالتاكيد انه يضيف عبء على وزاره النقل فيما يخص عمليه ارضاء هؤلاء المواطنين والزائرين، وهذا جزء من واجباتنا ونحن نتشرف بهذا الموضوع. لكن هنالك اجراءات هذه العام راح يتم اتخاذها، وهو اعداد لجان مراقبه وكذلك لجان فنيه لمعالجه اي اخطاء، وايضا هناك تصديق عالي راح يكون من قبل وزاره النقل مع المؤسسات الاخرى. طيب اسعار وتكلفه القطارات او منشات النقل راح تكون طفيفه على المواطن؟ لو راح تشكل عبء عليه وش قد تكلفتها لو قدرت تقول لي من فضلك؟ نعم. بالتاكيد احد المواضيع المهمه، وكذلك راح تكون هناك لجان لمتابعه اسعار النقل فيما يخص التفويج من خلال المناصب الحدوديه وكذلك من خلال بعض المحافظات، وراح تكون هنالك زيارات ميدانيه لمسؤولي وزاره النقل والاداره العليا لوزاره النقل لهذه المنافذ ولهذه المناطق لضبط اسعار النقل، وايضا لمتابعه عمل السائقين فيما يخص النقل الخاص وكذلك الشركه العامه للمسافرين والوقود. لا ننسى انه اكثر من 300,000 عجله سنويا تشترك في عمليه النقل خاص، هذه العجلات للنقل الخاص، وعشرات بل مئات العجلات والمركبات الخاصه وزاره النقل سواء الخاصه بالتشكيلات وايضا الخاصه بالشركه العامه للمسافرين والوقود. لا ننسى ان لدينا 11 تشكيل، معظم هذه التشكيلات ايضا تساهم بجد باصاتها الخاصه في نقل الموظفين الى الزياره الاربعينيه. نعم، طيب فيما يتعلق بعمل المطارات وهو احد مسؤوليات وزاره النقل، يعني لوحظ على مطار النجف الاشرف الكثير من الخروقات على مدار السنوات الماضيه، طيب هل يستطيع مطار النجف تحمل هذه المسؤوليات وهذه الاعداد الكبيره بدون خروقات؟ تفضل. فيما يخص المطارات كان هنالك اجتماعات متعدده وراح تكون هنالك توجيهات من قبل السيد وزير النقل الاستاذ رزاق محمد السعداوي. اليوم اعلنت الشركه العامه اداره المطارات عن استعدادها لهذه الزيارات، وايضا عن تهيئه وتجهيز صالات الاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات بما يتناسب مع
عدد وحجم الزائرين، بالنتيجه انه هي خطه شامله ومتكامله تشمل المطارات وخطوط الجو العراقيه بتاثير والنقل الخاص وكذلك السكك الحديد العراقيه. بالنتيجه ان شاء الله راح تكون عدتكم ضمن زائر الكريم وايضا تكون عندنا شرف خدمتكم ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بالتنسيق مع بقيه الوزارات مثل وزاره الداخليه مثل وزاره الصحه، كيف كان التنسيق بين كل هذه الوزارات؟ كان اليوم اجتماع لوزاره الداخليه يعني لغرفه عمليات كربلاء، كان هناك ممثل من وزاره النقل شارك في هذا الاجتماع، راح يكون هنالك تنسيق اكثر يعني تواصل به، راح يكون هنالك ايضا تنسيق عالي من قبل وزاره النقل مع هذه الوزارات والمؤسسات، بالنتيجه هي هو الملف لخدمه العراقيين بشكل عام، والمؤسسات بشكل عام راح تكون معنيه بان تكون هي على احسن وجه في خدمه المواطن وكذلك الزائر العراقي او اللي زائرين اللي يجون من باقي الدول. طيب شنو الرساله اللي تحب توجهها للزائرين الكرام؟ ما هي توجيهات وزاره النقل؟ شكرا لكم على هذا السؤال، بالتاكيد راح تكون هنالك باصات مشتركه من قبل وزاره النقل، وايضا هنالك يعني عجلات خاصه للمواطن العراقي راح يساهم بنقل المواطنين، اتمنى من المواطنين انه يتعاملون ضمن الارشادات الخاصه لحفظ سلامتهم وايضا مراقبه الاسعار والاتصال بنا بشكل مباشر في حال وجود اي خرق او خلل في تقديم خدماتنا. ايضا راح يكون هنالك مواكبه لهذه الجموع المليونيه من خلال تثقيف المجتمع على كيفيه التعامل مع يعني موارد الدوله خصوصا هذه الباصات وكذلك الاليات وايضا مع القطارات اللي راح تشترك بعمليه التفويت. بالنتيجه هو الملف ملف شامل وراح نكون احنا والمواطن وكذلك الزائر يعني بايد وحده من اجل انجاز هذا الموضوع. مدير المكتب الاعلامي لوزاره النقل الاستاذ ميثم الصافي، شكرا جزيلا وحياك الله على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات. سياده العقيد، دعنا نتحدث عن بعض المواطنين الذين يسيئون الى شعائر الحسينيه، مرات من باب الجهل، مرات من باب المبالغه بحب اهل البيت وبتضخيم هذه الشعائر وجعلها بطريقه غير صحيحه، تقديمها اليوم وزاره الداخليه متيقظه لهذه الحالات؟ بالتأكيد موضوع الإساءة للشعائر والرموز الدينية هو مغطى وفق قانون العقوبات، فهذا يعتبر يعني قانونا وفق قانون العقوبات هو جريمة، فبالتأكيد يعني دوريات النشدة احنا عندنا منتشرة في كل جانب الرصافة وخصوصا في مجال الخطة الأمنية، راح يكون عندنا دوريات راح ترافق المواكب يعني الثابتة والمواكب المتنقلة. نعم. يعني المواكب المتنقلة يعني راح تكون ترافقها دوريات بالإضافة إلى المواكب الثابتة راح تكون يعني محيط الموكب هناك دوريات، وحتى ضمن الخطة هناك يعني عنصر نسوي يعني بخصوص موضوع الخطة الأمنية فيما يخص. ممكن تحدثي عن هذا الموضوع العنصر النسوي لأنه ضروري جدا لأنه أكو زائرات في هذه المراسم؟ بالتأكيد إحنا ماخذين هذا بنظر الاعتبار يعني على مستوى قيادة شرطة بغداد والرصافة وحتى على مستوى وزارة الداخلية، يعني أقحمنا في الخطة الأمنية العنصر النسوي اللي هي ضمن موارد قيادة شرطة بغداد والرصافة. نعم. وتم توزيعها على المحاور اللي ضمن الخطة اللي راح يمسكون الأماكن اللي راح تتواجد بها المواكب الحسينية الثابتة أو المتنقلة وكذلك الحسينيات. نعم. طيب دكتور جاسم، اليوم أنا شلون أعرف بيا تيفوئيد أو بيا ضربة الشمس؟ يعني هذا كثيرا ما يلتبس به المواطن، يقول لك انا اذا بللت نفسي وصرت قدام الشمس راح اصاب بتيفويد، وهذا مفهوم خاطئ جدا. اليوم انت كطبيب شلون توضح هذه النقطه؟ صحيح، بالنسبه الى موضوع ضربه الشمس، هو تعرض شخص خلال يعني مسيره او موجود في مكان معين الى يعني حرارة الشمس المباشرة بشكل مباشر إلى فترة محددة، يكون إنهاك حراري، يبدي يشعر بالإعياء والألم. إذا طولت فترة بقائه تحت الشمس بشكل مباشر ممكن يختل عدا النظام المسيطر على درجة الحرارة ويصاب بالإنهاك والإعياء وربما فقدان الوعي. في هذه الحالة التدخل السريع وإخراجه من منطقة المباشرة تحت الشمس إلى مكان ظل وتعويض السوائل ووضعه في مكان بارد، وإلى هذا الحد ممكن السيطرة على الحالة وتمر الأمور بسلام. أحيانا ضربات الشمس إذا كانت شديدة ويكون بها
تفاصيل أخرى ممكن تؤدي إلى إعياء وإنهاك. شنو هي التفاصيل الأخرى؟ التفاصيل أنه ممكن يبقى فترة طويلة تحت أشعة الشمس، بحيث رجوعه إلى درجة الحرارة الطبيعية يعني باستخدام الفي أو مكان ظل أو مكان تبريد يحتاج إلى وقت أكبر. أحياناً نحتاج نخليه في أماكن مبردة أكثر، أحياناً نحتاج نعطي علاج عن طريق الوريد، مغذيات، معالجة الجفاف اللي موجود مصاحب لضربة الشمس. أما موضوع التيفو اللي يعني يحدث عند الناس أنه هو هناك مفهوم خاطئ، هو التيفو هو ضربة الشمس. صحيح. التيفو أو التايفويد هو مرض بكتيري، هذا ينتج عن تناول ماء أو غذاء بجرثومة التايفويد سالمونيلا تايفي. هذا النوع من السالمونيلا أو المرض يدخل إلى أحشاء الإنسان ويسبب أعراض، من ضمن هاي الأعراض صداع مثلا شديد أو ارتفاع بدرجة الحرارة. بما أنه هذا المرض عادة يكثر بالصيف، يكثر في أوقات شديد العدوى، هو العدوى مالته أكثر شيء تكون عن طريق تناول الغذاء. يعني شخص يكون معدي إذا مثلا هي امرأة أو أم تعد الأغذية إلى أو أطفالها أولادها، أو مثلا شخص يعمل في مطعم، أو شخص هو مصاب بالتايفويد وعنده موكب ويحضر الأغذية إلى الناس الزوار، طبعا في الحالة راح يكون شديد العدوى. فالحد الفاصل بين موضوع التايفويد وموضوع ضربة الشمس ربما هي الأعراض تشابه، أنه يعانون من الصداع والإعياء والحرارة، بس الأسباب مختلفة. التايفويد مثل ما قلت لكم هو مرض بكتيري. طيب. مرض ممكن يتعالج بالأدوية والمضادات الحيوية ولفترة محددة ويكشف بالمختبرات المفارز وبعدين يعالج. الطبية المنتشرة على طول الطريق إلى كربلاء المقدسة اليوم تعي هذه الخطورة؟ أكيد، مثل ما أنا بالبداية وضحت لجنابكم خطط وزارة الصحة تخلي بنظر الاعتبار عادة المخاطر اللي محتمل أن يتعرض إلها هذا التجمع والحشد البشري. زين، شلون راح تعرف هذا أبو الموكب مثلا مصاب بالتيفويد؟ يعني هناك فرق رقابة صحية من وزارة الصحة، دائرة الصحة العامة، الرقابة الصحية منتشرة وعدها مجاميع للرقابة، وأخذ نماذج من الأغذية، سواء هذه الأغذية قبل الطبخ أو أثناء الطبخ أو بعد الطبخ. طبعا دور الرقابي وزارة الصحة لا يعني نعتقد برأينا أن يكون هو الوحيد وكافي، وإنما يجب أن يكون هناك تعاون من قبل الأخوة. يعني هذه الفرصة يعني نستغلها أن الأخوة أصحاب المواكب أو الأخوة اللي يخدمون بالمواكب، أنه المفروض يعني شخص مثلا إذا يعاني مثلا من التايفويد أو هو ما عنده شهادة صحية أو يعمل بتحضير الطعام وهو مريض، هذا راح يكون سبب لنشر العدوى إلى آخرين. فالمفروض يعني يكون هناك وعي صحي وبيئي موجود عند المواكب والمواطنين بصورة عامة، حتى يتلافون نشر هذه الأمراض اللي تكون أكثر مؤذية في حالة لو انتشرت في موضوع الزيارات، لأن هناك آلاف أو ملايين يتناولون الطعام على الطرق. فلا سامح الله إذا صادف أنه هذه المياه أو الأشربة أو الأغذية المقدمة هي مصابة، فراح العدوى تكون يعني بالعشرات، وراح يعني الأخوة الزائرين الكرام يعني جايين إلى هدف مقدس وكذا، وإذا هم يصابون بأمراض ليست على بالهم. نعم، إذن دعوني أن أرحب بالمتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى. حياك الله أستاذ أحمد. مساء الخير تتفرح، حياكم الله جميع مشاهدي قناة المتحدثة. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. عندنا مشكلة الكهرباء وهي أكبر المشاكل اللي تواجهنا بالوقت الحالي نتيجة الارتفاع درجات الحرارة. أريد أسألك بصراحة عن خططكم لإدامة التجهيز في محطات كربلاء المقدسة وكل المناطق المقدسة في العراق.
ابتداء اليوم الوزارة على مستوى قطاع الانتاج بدأت تسير بشكل واضح، واليوم هنالك زيادة بالطاقات المنتجة، ولأول مرة تسجل المنظومة الكهربائية أرقام غير مسبوقة على مستوى الانتاج. والحديث عن الطاقات المنتجة هو 27,000 ميجاوات و 344,000 ميجاوات، مما يعني زيادة قرابة 6,400 ميجاوات عما تحقق بالعام الماضي هذا أولا. ثانيا اليوم على مستوى قطاع النقل، الوزارة اليوم وضعت خطة منذ وقت مبكر ووسعت وموجبها المحطات التحويلية واستحدثت الخطوط الناقلة وركزت بشكل أساسي على الترابط ما بين المحافظات، الحديث عن محطات تحويلية جهد فائق، الحديث عن محطات تحويلية جهد عالي، استحداث الخطوط الناقلة والتحويل إلى دوائر مزدوجة، هذا كله حصل، حقق سعة وإتاحة ومرونة ما بين المحافظات. الحديث عن شبكات التوزيع، الإخفاقات التي حصلت في الأيام الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، استنادا لتوجيه رئيس الوزراء وصلاحياته أطلق وزير الكهرباء حملة واسعة ومكثفة لمعالجة الاختناقات وتحسين أداء الشبكة لتحقيق استقرارية التجهيز، وهذا كان في بغداد والمحافظات جميعا عبارة عن المرحلة الأولى 15 يوم، إن شاء الله توشك أن تنتهي وسنطلق المرحلة الثانية إن شاء الله، هي عبارة أيضا عن 15 يوم، فالمرحلة الثالثة هذه المعالجات لتحسين أداء الشبكة وفرت بموجبها الكوادر الساندة والمعدات والمواد اللازمة لأن نحقق استقرارية التجهيز لنواكب ذروة الأحمال. كربلاء ومحافظات الفرات الأوسط شغلت اهتمام وحيز كبير من خطة الوزارة، والسيد الوزير شكل غرفة عمليات رأسها بنفسه، عانت بأن تنسق مع سواء ديوان محافظة كربلاء أو مع العتبات المقدسة، لأن تحصل كربلاء على خطة استثنائية تستثنى بها من القطع المبرمج، يعني تضاف لها حصة إضافية تعمل لها الخطوط الناقلة باعتبار تكون مصادر تغذية تستثنى من القطع المبرمج. قسمت كربلاء إلى أطواق ثلاثة، الطوق الأول وهو المدينة مركز المدينة وأقضيتها، المركز الثاني هو الأقضية، المركز الثالث هو الشوارع المؤدية إلى كربلاء، وحرصنا على أن نحرف الأحمال حتى لمحافظة بابل باعتبارها بوابة لكربلاء، غرفة عمليات دائمة للإنعقاد لتغطية خدمة كربلاء خصوصا مع أيام محرم الحرام. طيب هاي الخطة مال إدامة الكهرباء فقط ستكون في كربلاء المقدسة أو مثلا في الكاظمية المقدسة أو بقية المناطق؟ لأن مثل ما حضرتك تعرف بقية المناطق أيضا بها شعائر وبها وفود وأعداد نعم. كبيرة من السكان راح تكون أيضا مشمولة نعم. بانقطاع يعني الكهرباء في هذه المناطق لو أكو بعض الاستثناءات. بالنسبة للاستثناءات ستي، اليوم الاستثناءات مضاف للاستثناءات الحاكمة كالمستشفيات ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه، عفوا من جنابك، بالتأكيد اليوم العتبات المقدسة والمدن المقدسة هي حاصلة على استثناء باعتبارها اليوم مراكز دينية، باعتبارها مراكز ذات زيارات مليانية، باعتبارها مراكز لشعائر حسينية خصوصا في مثل هذه الأيام وهو محرم الحرام، وعليه الوزارة حولتها منذ وقت سابق وستعززه بهذه الأيام. طيب. على أن تستثنيها من القطع المبرمج أو على أقل تقدير تحرف الأحمال لصالح تجهيزها بحصص إضافية من الطاقة يؤمن خدمة الزائرين وخدمة المواكب الحسينية وخدمة الشعائر الدينية، لكن بما أنه كربلاء اليوم ذات زيارات مليونية وذات غرفة عمليات وجه بها السيد رئيس الوزراء تشترك بها جميع الوزارات، الحديث عن وزارة الكهرباء، الداخلية، الصحة، الحشد الشعبي وجميع الدوائر، اليوم غرفتنا كعمليات وزارة الكهرباء مقرها كربلاء، تستثنى كربلاء من القطع المبرمج، تقسم إلى أطواق، تعمل لها المعالجات الكافية للاختناقات، تنصب محطات بمراكز الحمل، تستحدث مغذيات لنؤمن خدمة كربلاء سواء بمحرم الحرام وعشرة والعاشر من محرم أو حتى الاستعداد المبكر لزيارة الأربعين. طيب فيما يتعلق أستاذ أحمد، لا قدر الله، يعني هذا سؤال افتراضي، لا قدر الله إذا ما ارتفعت درجات الحرارة أكثر وخسرنا بعض من خطوط الإنتاج مثل ما تعرضنا في الأيام الماضية، أكو خطط بديلة لوزارة الكهرباء؟
ستي في ما يخص ارتفاع درجات الحراره، احنا سجلنا اقصاها اللي هو 52 درجه مئويه، وحجم الانتاج الحديث عن الانتاج شهد استقرار. اليوم جميع محطاتنا عامله بطاقاتها القصوى على مستوى الانتاج، جميع خطوطنا الناقله وجميع محطاتنا تم اجراءات الفحص الحراري وتم تامين مصادر تغذيه بديله وتم التخفيف عن الخطوط ذات الاحمال العاليه لتؤمن مصادر تغذيه لكربلاء مره ولمحافظات الفرات الاوسط. احنا ندرك جيدا انه بابل هي بوابه لكربلاء، ندرك جيدا انه محافظات الجنوبيه سيكون بها زخم مليون للزائرين، ندرك جيدا انه الطرق التي سيسلكها الزائرون تحتاج اناره، بالتالي الحديث عن الانتاج يسجل استقرار، الحديث عن النقل يسجل استقرار، الحديث عن التوزيع اليوم هنالك عمل متسارع لان نخدم كربلاء ونحرص على استثنائها وتامين الكهرباء لها بشكل يخدم المحافظه ويؤمن الزيارات المليونيه بل ويؤمن استعداد لزياره الأربعين، وان شاء الله على ذلك نتوقع على طوارئ لان اليوم التشغيل العامل للمنظومه حاضر، المراقبة الشديدة حاضرة، وحتى خطوط الستاند باي أو الخطوط الطارئة إن شاء الله جاهزة لأن تخدم كربلاء والدائرية. طيب. شنو هي التحديات اللي تواجهكم أستاذ أحمد كوزارة كهرباء؟ لا سمح الله الآن نخشى من نقص الوقود، اليوم الوقود مستقر سواء وطني أو مورد، أقصد الوقود الذي نؤمنهم مع الإخوة بوزارة النفط أو حتى الغاز الإيراني اليوم مستقر وأطلاقاته جيدة لصالح المنظومة. معدلات الانتاج جيدة، حتى الاستنفار الأمني الذي وجه به السيد رئيس الوزراء لحماية الخطوط الناقلة بطيران مسير وكاميرات حرارية وتسيير أفواج طوارئ اليوم حاضر. غرفة العمليات نحن عضو أساسي بها، غرفة العمليات التي رأسها السيد وزير الداخلية، تنسيقنا عالي مع جميع الدوائر، وزارة النفط، دواوين المحافظات، العتبات المقدسة، وحتى مع وزارة الداخلية لتأمين كل ما ذكرناه لأن نقدم إن شاء الله موسم خدمة ناجح. طيب شنو تنسيقكم مع بقية الوزارات مثل وزارة الداخلية مثلا لحماية هذه الخطوط وأبراج الضغط العالي؟ بوقت سابق ستي سبق إن كانت توجيهات لرئيس الوزراء أن تزود وزارة الداخلية وقطعات الحشد الشعبي بمسارات الخطوط الرئيسية الحاكمة خصوصا الرابطة ما بين المحافظات. احنا نتحدث عن الخطوط الرابطة ما بين كربلاء ببابل، ما بين كربلاء بالنجف الأشرف، ما بين النجف والديوانية، مسارات الخطوط الناقلة التي هي تعتبر مسارات حرجة زودت بها وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بمساراتها وأهميتها وسعاتها، وعلى ذلك سيرت أفواج طوارئ ونصبت الكاميرات الحرارية لمنع لا سمح الله أي جهد يعتقد أن تخريبي مع فتح منافذ استخبارية وتنسيق عالي مع الكهرباء، وحتى فرقنا قسمت ميدانيا على مداخل الطرق والأزقة والمقتربات في محافظة كربلاء لتأمين الخطوط والشبكات، وإن شاء الله جاهزين لا سمح الله لأن نستنفر باللحظة لأي عارض يمر على الشبكة ومحالش. شكرا جزيلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. أرجع لك سيادة العقيد، مثل ما تعرف الزيارات المليونية أو المناسبات الاجتماعية أو أيا إن كان تحتوي على أعداد كبيرة من الناس، يعني تنشط فيها الجريمة، تنشط فيها المهربين مثل تجارة الممنوعات المخدرات، شنو اليوم خططكم وشون ترصدون هذه الحالات؟ بالمناسبة يعني هي هاي الزيارات المليونية أكثر ما يعول بها على الجهد الاستخباري، فيعني أكو راح يكون جهد استخباري كبير يعني يغطي هذه الزيارة وهذه الشعار. عندكم جهد استخباري نسوي؟ أكيد اليوم العنصر النسوي لا يختص بتشكيل معين، توزع على كل تشكيلات وزارة الداخلية. زين، شنو هي خططكم الحثيثة لرصد هذه الحالات ومعالجتها؟ يعني مثلا اليوم لا قدر الله شفت واحد عنده ممنوعات وسط زائرين، ده يريد يثير بلبلة، يثير فوضى، شلون أنتم كأفراد شرطة تتعاملون مع هذا الموقف؟ بالمناسبة يعني هو هذا الموضوع يعني
احنا مو يعني نتوقع او راح يكون او يصير، يعني بالزيارات السابقه صارت هكذا حالات يعني وتم السيطره عليها واخذها على مستوى يعني تجاره المخدرات وعلى مستوى اثاره البلبله، فيعني كانت يعني التشكيلات الامنيه لهم بالمرصاد. اكو جهات دينيه مثلا متطرفه تقدرون ترصدوهم، تدعو الى دين جديد، تدعو مثلا الى الوهيه بعض الائمه عليهم السلام، يعني هذه الحركات تظهر خاصه بين فتره واخرى في محافظات العراق. يعني اتكلم عن جانب الرصافه، يعني احنا ما مسجلين اي شيء من هالقبيل ابدا يعني، ومع هذا يعني احنا الخطه الامنيه من توضع لي بخصوص الزيارات، وهي يعني كلها زيارات مليونيه يعني تغطي كل الجوانب، راح ينتشر يعني بالاضافه الى تشكيلات القياده اكو جهد استخباري وكذلك تشكيلات المديريه العامه للمخدرات والدفاع المدني والمرور والى اخره. شنو تنسيقكم ويا وزاره الصحه انتم كوزاره الداخليه؟ احنا عندنا يعني العمليات المشتركة، العمليات المشتركة يعني بها ممثل عن كل وزارة، فراح يكون تنسيق عالي يعني باللحظة على مستوى يعني كل تحرك أمني بجنب لوزارة أخرى راح يكون بتماس مباشر. كعناصر شرطة دخلتم في إنذارات؟ نعم. شنو الإنذار؟ الإنذار راح يكون يعني كلي بخصوص العشرة الأولى من محرم، وبعدها راح يعني يكون تدريجي لغاية الزيارة الأربعين. نعم. إذا دكتور جاسم عندنا مشكلة أخرى هي مشكلة الكوليرا، دائما ما نعاني منها في هذه الفترة وهي سريعة الانتشار وغير مسيطر عليها، باختصار شو ممكن نتجنبها؟ بالنسبة لموضوع الكوليرا أيضا موضوع يشبه باقي الأمراض، يعني وزارة الصحة لها دور بالتشخيص والعلاج بشكل مباشر. نعم. بس مثلا توفير المياه الصالحه للشرب هذا دور جهات اخرى، مثلا البلديات، امانه بغداد، المفروض كل المياه اللي موجوده يعني تقدم للزائرين مثلا في هاي المناسبه او اللي موجوده بشكل يومي. نعم. المفروض هذه المياه تكون صالحه للشرب. طيب. فمرض الكوليرا هو نعم. عباره عن مرض ينقل ب غير صالحة الفكرة. شكرا جزيلا مدير مركز العمليات في مديرية العمليات والخدمات الطبية الطائرة الطارئة الدكتور جاسم محمد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أيضا أشكر مدير إعلام شرطة بغداد الرصافة العقيد حسين علي، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ الكربلائي يدعو لجعل عاشوراء موسما لإصلاح القلوب وحماية المجتمع من الاختراق. السوداني يؤكد أن خطة الحكومة في تنمية وتطوير الواقع الخدمي لا تقتصر على مراكز المدن. النزاهة تعلن صدور حكم بالحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقا لتورطه بهدر 6 مليارات دينار. الأمن الوطني يعلن القبض على منتحل صفة طبيب تجميل في بغداد يحمل شهادة المتوسطة فقط. البنك المركزي يعلن رفع ورقة نظام لمجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.